نادي أتلتيكو مدريد، اللاعب الذي بدأت طبعا ملامحه تتشكل مع الفريق الملكي مع نادي ريال مدريد. هنا محاولة من الجهة اليمنى ملعوبة إلى الأمام، الله، جول لمصلحة سيلتا فيغو. بدأت المباراة هنا من جانب الفريق الضيف الذي يأتي ليسجل حضوره، مؤكدا على كلفة هذا المساء، على الكلفة الكبيرة لهذا الفريق الذي يأتي هنا بالهدف الأول. سانتيمينا حضر، سانتيمينا وبالتالي الضيف الثقيل في اللقطة الماضية يؤكد على ذلك من خلال الهدف، من خلال الحدث الذي أحدث في اللقطة الماضية. لاحظ، أوه أوه،